من روائع ما قيل في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ذكرت محمدا في أسطري وغمست ريشة لهفتي في محبري، قامت حروفي كلها فتألقت، صلت عليه وسلمت في دفتري. يا خير من تجد القوافي باسمه، وبذكره طاب الفضا بتعطري، وبحبه كل القلوب تطمأنت، تهفو لقيا وجهه المستبشري. لما ذكرت محمدا في أسطري وغمست ريشة لهفتي في محبري، قامت حروفي كلها فتألقت، صلت عليه وسلمت في دفتري. يا خير من تجد القوافي باسمه، وبذكره طاب الفضا بتعطري، وبحبه كل القلوب تطمأنت، تهفو لقيا وجهه المستبشري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.